ما تشاهدونه أمامكم هو ليس طواف بالكعبة، بل هو طواف لسبع مرات حول ضريح الولي الصالح مولاي سيدي عبد القادر بولاية الصعيدة. شتي الطريقة نتاع باه تزور ضريح ولا ولي من أولياء الله الصالحين؟ تزوره تقرأ عليه آيات من القرآن، تدعي له الله تبارك وتعالى لأنه ميت، والميت يحتاج للدعاء. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. هذا هو، هذه الزيارة. عدا سنوي من العام يديره تاع سيدي علي، ويقولوا وعدة الجنان كما يقولوا هم. كي يجي شعب من كل البلاد، من وهران، من سعيدة، من بالعباس، معسكر، يجوا يزوروا أولياء الله الصالحين سيدي علي، ويدوروا بالمقام، ويدوروا سيدي عبد القادر تحت، ويفطروا ويتعشوا. تقبيل جدران القبة والحويطة في اليوم الأول، إشعال الشموع، الدعاء وتقديم المعروف لمرضاة الله هي أهم الطقوس الممارسة في هذا الضريح. تاع سيدي علي تقاليد هذه من ساعة الجد لجد، اللي يجي هنا كاع اللي يجي من بعيد ولا من قريب لا يجي يزور هذا الوالي. السلام غي تبوريك، هذا برك ماهوش غي تبوريك، ماهوش حاجة تاع ماهوش حاجة كبيرة. هذه القاعدة تاعنا كيما هكذا، ما عندنا ما من الاخر واحد تاع جدود، لقينا جدود جنودنا يديروا الوعده، انا نجي نتباركوا هنايا كيما هكذا، هذا غير مطعم. إقامة الوعدة وتشارك الزوار في الأكل رفع الفاتحة